بالنسبة لحادث مرور تدخلت المصالح الحماية المدنية أمسية هذا اليوم حوالي الساعة 9:05 على مستوى طريق الولائي رقم 3 في جزئه الرابط بين بلدية سوقر وبلدية سيدي عبد الغني بالضبط في النقطة الكيلومترية رقم 33 من أجل حادث مرور تمثل في انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقل الفريق الرياضي هو فريق مولودية البيض وكانت الحافلة متجهة إلى ولاية تيزي وزو. لكل حال الحصيلة كانت نوعا ما ثقيلة إن سجلنا 2 متوفين سنهم يتراوح ما بين 27 و 44 سنة بالإضافة إلى إجلاء 19 جريح كانت لديهم إصابات متفاوتة الخطورة سنهم يتراوح ما بين 23 و 44 سنة بالإضافة إلى 6 كانت لديهم كانوا في حالة صدمة. بطبيعة الحال الوسائل المسخرة قدرت بأكثر من 40 عونا بالإضافة إلى 6 سيارات إسعاف و 3 شاحنات و 3 سيارات ربط. الوحدات التي تدخلت في هذا الحادث هي الوحدة الرئيسية لولاية سيرت بالإضافة إلى الوحدة الثانوية لدائرة سوقر والوحدة الثانوية لدائرة مهدية. المتوفون والجرحى تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى مستشفى ميموني الطاهر بدائرة سوقر.